syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'dih. Wa tara adh-dhalimina lamma ra'awul 'adzab يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين عليها خاشعين من الذل ينظرون ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن وَمَا كَانَ لَهُم مِّن أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يوم أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من وما لكم من نكير
فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما
الكتاب ولا الإيمان ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير